حنا كممثلين الصناع التقليديين في هذا القطاع هذا كنعانيو من الازمه اللي امتدت لمده سنين، ولكن جاء الوباء هذا اللي عمقها بزاف وخلانا نعانيو بكثرة حتى في لقمه العيش. اللي استغربنا ليه بزاف هو ان السيده الوزيره فاش جات كتهضر على قطاع الصناعه التقليديه اختزلته في لوتيلات وفي لي زاجونس وفي دور الضيافه وسميتو وسميتو عليه ديال السياحه ترونسبور، ونسات بلي راه قطاع ديال الصناعه التقليديه قطب الراحه فيه هو الصانع التقليدي اللي هو كيجي السائح كيدوز كيبات في لوتيل وكيبات من الصباح حتى الليل، هو كيدوز النهار ديالو كيتغدى وكيفطر كيتعشى بين الصناع التقليديين وفنادق مراكش العتيقه وفي السمارين ومعمل البازارات. فاحنا بغينا نعرفوا السيده الوزيره واش الدعم كيستافد منه قطاع السياحه اللي اختزلته هي في لوتيلات، ولا حتى الصانع التقليدي عنده هذا الهامش ديال الدعم اللي يستحقه واكثر حاجه ليه هو الصانع التقليدي. بنعرفوا التمويلات المبتكره اللي خرجت بها حكومه ديالك السيده الوزيره استفد منها الصانع التقليدي، والصانع التقليدي عنده الحق يستافد من التمويلات المبتكره. واش هذا الكريدي وهاد التمويلات ديال الدعم لجميع القطاعات واش كلشي استفد الا الصانع التقليدي؟ حنا بينا حتى حنا دعم لهاد الصناع التقليديين باش حتى هما يستافدوا وعاوتاني يحركوا الحركه ديال الخدمات ديال لامارش ديالهم، الصناع التقليدي عاوتاني يتحرك ويستافدوا يلقاو باش حتى يعيشوا. يعني كنمشيو كاع للتمويلات المبتكره، حنا كنمشيو للابنا كيتناقشوا معنا على قضيه انه هو التمويل كنعطوه لكم هو هي السلعه، واخا سيتي عطيوه لنا السلعه، ولكن ملي كنمشيو ننزلوا معاهم الاجراءات كيصعبوا عندنا المساله الاداريه، وجبنا لي غولوفي ديال شحال روجتي في هذا العام شحال ما كذا. على الصانع التقليدي عنده يكون كيكون مروج هو في هذا العام هذا ماشي وقف على الابنا ولا غادي يحتاج لشي كريدي ولا غادي يحتاج لشي تمويل، ولكن القطاع عموما في العالم كله كيعاني، الصناع التقليديين ديال مراكش خصوصا وديال فاس التوامر كلشي كيعاني. فاحنا محتاجين للدعم ومحتاجين للتمويلات، والتمويلات تكون في المستطاع ديال الصناع التقليدي وتيسير المسطره الاداريه مع الصناع التقليدي. ما يمكنش تجي عندي تقول لي جيب لي السجل التجاري ديالك ولا تقول لي جيب لي شحال روجتي، الصناع ما افتقتوش ما عندوش هذه الامكانيه هذه. الله يخليك السيده الوزيره، حنا كنعانيو بشده وغادي نعانيو لقاش المده ما محدوداش ديال هذا الوباء هذا، وحتى شي واحد ما عرفاش غادي يوقع. فبغينا نعرفوا واش التمويل غادي يكون دفعات ولا دفعه واحده ولا بار موا ولا اش غادي يوقع. حنا راه محتاجين واقفين ولا غادي نبقاو واقفين ولا غادي نوقفوا لقاش حنا راه واقفين اصلا. الله يخليك بينا السيده الوزيره تلتفت لهذا القطاع ديال الصناعه التقليديه وبين الناس الله يجزيكم بخير، لا السلطه ولا الوزاره ولا الوزير الاول، وكنناشدوا جلاله الملك محمد السادس انه يتدخل لقاش هاد الناس هادو كيبان لهم عجزوا انهم يحلوا المشاكل ديال هذا القطاع على مدى سنين. فتفاقمت المشاكل ديال الصناعه التقليديين دروك بكثره وراء اخر مسمار دق في النعش ديال الصانع التقليدي. الله يصوب الله يزين الصناعه. انا كصانع تقليدي في النحاسيات في سيدي بوتشيش راه المعاناه ديالنا راه كثيره، وكيعاني الصانع التقليدي في صمت من بزاف ديال المشاكل وكثير شيء من بانت هاد كورونا. حنا قبل كورونا كنا كنعانيو وفي وسط كورونا كنعانيو، والمعاناه ديالنا كي قلت لك راه كثيره، ومنها واحد الاله الليزر اللي بانت في القطاع ديالنا ولات كدير الخدمه ديال الصانع التقليدي. يعني الصانع التقليدي الاله الليزر راه شرداتو وما استفدنا حتى شي حاجه، ما استفدنا من القفه اللي نعم بها صاحب الجلاله علينا اللي تم التوزيع ديالها بواحد الطريقه اللي هي مشبوهه ما شفناهاش، ما استفدناش من كريديات، ما استفدناش من الدعم، طرقنا جميع الابواب تلقاو البيبان كلهم مسدودين في وجهنا. ولهذا رحنا كنطالبوا الناس المسؤولين والناس القطاع باش يشوفوا لنا شي حل عاجل لهذا المشكل هذا. رحنا نقدر نقول لك وقف بينا الامور، ما بقيناش قادين لا نزيدوا ولا نخدموا ولا حتى شي حاجه. من بعد حتى لو وجدتي شي بياسه بحال هكا ولا جوج كديهم تبيعهم كتلقى البازارات كلهم مسدودين. وقبل ما توجدهم ولينا كنطيحوا في واحد المشكل ديال التجار، كنشريو النحاس غالي وكنولي نبيعو عاوتاني للبازارات حتى هما اللي كيستافدوا منا وكيستغلونا. يعني الصانع التقليدي راه ولا كيعيش واحد الموت سريري بهذا المعنى هذا. نشدنا الناس وهضرنا مع الناس القطاع وما لقيناش الجواب. بتاتا الباب اللي كنطرقوها كنلقاوها مسدوده، ومنها الفيدراليه ديالنا اللي كتمثلنا في سيدي بوتشيش
إن جلسنا معها مرارا ولكن لا تلقاش الجواب. إن كيوصلوا الأمور ديالنا للناس القطاع بأن رحنا بخير وعلى خير، راه ما خصنا حتى شي خير، وحنا رحنا كنعانيو واحد المعاناة اللي هي كثيرة. راه كبعض شي صنيعية راه كيبيعوا الحوايج ديالهم باش يديو القوت لولادهم. هذه راه حقيقة خص يعرفوها الناس، وكنطالبوا من الناس المسؤولين باش يشوفوا لنا ثاني مرة شي حل اللي هو عاجل على المعاناة ديالنا اللي كنعيشوها. راه المصير ديالنا ولا مجهول، وهاد كورونا راه هي اللي دقت اخر مسمار في النعش ديال الصانع التقليدي، هي وديك الماكينه ديال الليزر. لان الماكينه ديال الليزر راه قدر نقول لك يعني خدات الارزاق ديال الصانع التقليدي، ولات كدير خدمته. يعني واحد العادات كثير ديال الصناعيه اللي كيديروا السروج راه ضراتهم هاد الماكينه، وراهم تشردوا بهذا المعنى. راه ما يمكنش اله غتنصف وصانع تقليدي غادي يتشرد وتجوع هو وليداته. راه هادشي هذا راه غريب. تنشدوا الناس المسؤولين باش يشوفوا لنا الحل العاجل كما قلت لك لهذا المشكل هذا العويص. لا 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 الله، راه ما بقينا ما لقينا ما نقدموا ما لقينا ما نوخروا. تنشدوا الناس ديال القطاع باش يشوفوا فينا بعين الرحمه ويشوفوا لنا المشكل ديالنا. راه القطاع ديال الصانع التقليدي راه هو اكبر واحد ضر من جائحه كورونا. علاش؟ انه كيشتغل مع السياح، وراك عارف السياحه هنا في مدينه مراكش راه تقطعت، راه ما بقاتش شي حاجه تتسمى السياحه في هذه المدينه. صافي. اخر ما نقدر نخدم انا اش نقول لك، داكشي اللي في القلب تيعجز عليه اللسان. لان انا اللي كنشوف الصناعيه اللي معنا كي قلنا اشنو كيعانيو، المراره اللي كيلقاو الانسان ملي تيولي راجع عنده وليداتو وحتى 10 دراهم ما في جيبو، وتيتضطر باش يقعد تيطيح الظلام باش يقدر يدخل يلقى وليداتو نعسو باش ما يسمعش خص. لو كون كانوا هاد الناس اللي هما مسؤولين على هاد القطاع كيعيشوا هاد الحرقه وهما في هاد المأزق، لو كون يحسوا بهاد الصناعي، تكون عندهم الكبده تكون عندهم الحرقه على هاد الصناعي ويشوفوا الحلول العاجله. ولكن حنا ولله الحمد عندنا امل في الله وامل في سيدنا باش يتدخل شخصيا يعطي الاوامر ديالو من اجل هاد الرعايه وهاد الطائفه ديال الصناع اللي هما ما كيتوفروش على ابسط الحقوق. ولحد الان نقدر نقول لك على ان كاين بعض الصناع اللي تيوحلوا في المصروف اليومي ديالهم ديال عائلتهم. الى ما كريده اليوم عند مول الخضار غدا يكريدي عند الجزاري، الى ما كريده عند كاين شكون، كاين شكون اللي باقي نقول لك منهم كاع حتى يوصل للجزار. نقدر نقول لك الجزار كاع ما باقي، كاين اللي ما شافوا من نهار فهاد العيد الكبير لهاد الجهه، كاين اللي الحمد لله باقي تياكل اللحم ديال العيد الكبير واخا ما بقى فيها ما يتكال بالفريكو، تيقول هيري نسم بهذيك الخضره. وتا الخضره راه فراسكم فين ولات؟ كاين اللي الناس اللي ولاو عايشين غير بالقطنيه، والقطنيه ما دركوها ولاو يشدوها من عند مول الحانوت كريدي. راه تنهضروا في الواقع المرير اللي كيعاني الصانع التقليدي، وسيرتو الناس اللي هما مزوجين وعندهم وليداتهم وجات المدرسه وخصهم باش يكونوا مع وليداتهم باش يشريو الكتب باش يشريو. عاد زائد قضيه الدراسه عن بعد بالنسبه اللي عنده الوليدات، اللي عنده الدراسه عن بعد، نعم سيدي تيقول لي خصو ولدو التليفون، خصو الويفي، خصو منين بغى يجيب هذا الشيء. راه هذا الشيء كله تيتخبط فيه، هذه المشاكل تيتخبط فيها الصانع ولا من يشوف فيه بعين الرحمه من هاد المسؤولين. ونقدر نقول هذه الكلمه، لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل وعاش الملك. السلام عليكم. حنا خوارا في هاد الصنعه راه مضيعيننا ومهلوكين، والو ما شفنا حتى شي حاجه سنين، هذه اللي تيقضي غراضه في عباد الله وصافي. حنا راه ضايعين، راه ما شفنا والو من هاد الشيء، راه 30 عام وحنا خدامين ما عمرنا شفنا شي حاجه. جات كاع المعاونه وما وصلنا والو، وبين يد عما لقيناه. ودابا حنا راه كارين ومعذبين، تمشي تال الشويطر عندي طواله ما تلقى منك والله ما تلقى منك بالله. والله يهديهم لا يديروا معنا شي حل، هذا السيد هذا راه مضيع، حنا ما داير معنا حتى شي حل. راه حنا والله الا معذبين في هاد الصنعه هذه، دابا ما عرفنا فين نمشيو، حتى شي بديل ما عندنا والو، راه مهلوكين وغير مضيبانين دابا، والله الا مضيبانين، حتى المركوب ما تلقاو فاش نمشيو ونجي. اي حاجه
الفتره ديال التجار طاهو. اه تيستعمل التهم. لا ما تيستعملوه غير في العيد.